الإخوة المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كتشوفوا معنا بعض كين بعض المقاطع اللي باقي مسالش فيهم الأشغال فهاد الطريقة الوطنية ما بين مراكش ورزات عبر تيزين تيشكا. الإخوان حنا على مقربة من مدخل إغرمنوكدال. هاد المركز ديال إغرمنوكدال هو اللي يكون فيه واحد الحاجز ديال التلج. إخوان وقت التساقطات التلجية اللي كتكون الطريق فيها محبوسة، هنا كيكون واحد السد ديال رجال الدرك، تحية لهم جميعا. كما كتشوفوا هنا راه باقا الطريق شوية في هاد المدخل هذا. هذا هو إغرمنوكدال. كما قلت لكم كاين واحد السد هنايا ديال حاز ديال التلج، وكيكون واحد السد ديال رجال الدرك باش تيمنعوا الناس من يعني من الصعود، يعني من باش ما يطلعوش لتيزين تيشكا، لانه كاين تساقطات ثلجيه وكاين الطريق محبوسه باش ما الاخوان باش ما يكونش شي مشكل تما، شي واحد غيمشي محبوس في الطريق تمايا لا قدر الله يستخدم مجلسي بالسياره، او يصدق محبوس هو وسط الثلج ما يقدرش لا يرجع ولا يزيد للقدام. هنا كتكون التعليمات باش تحبس الطريق في هاد إغرمنوكدال. هو البدايه ديال الصعود الى تيزين تيشكا. تحيه للجميع، تحيه للجميع متتبعي قناه مناظر بلادي. كما كتشوفوا معنا الاخوان هذا هو مركز ديال إغرمنوكدال. تحيه للجميع، تحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن. تحية لجميع السائقين والسائقات، الناس اللي كتسافر، الناس اللي كدير الطريق، الناس اللي كدير الطريق على إخوان هاد الطريق ديال تيزين تيشكا ورزات، كيديروا إما الرشيدية ولا كيديروا تينغير ولا الزاكورة. الحمد لله الطريق راه أصبحت جيدة. كذلك السيارات ديال النقل السياحي اللي كيتكرفصوا في هاد الطريق هادي، كتكون فيها طريق فيها السكوس، طريق ضيقة، منعرجات بزاف. دابا الحمد لله الطريق ما بقاش فيها ديك المنعرجات، الطريق ولات صبحات القدرون ولا صبح جيد، ما بقاش ديك الحفاري اللي كيكونوا في الطريق، يعني الطريق ولات كما كنقولوا النيلو. كما كنشوفوا الاخوان هنا باقي ما داروش الخطوط، يعني راه باقا تابعه الاشغال، يعني باقا تابعه التزفيت باش يكون واحد التزفيت نهائي، يعني كيتزفيت على شكل طبقات. ملي كيدير واحد الطبقة كيدوزو صحاب المختبر باش كيعمرو يشوفو شحال ديال العلو ديال الزفت، من بعد تيعاود يكملو تاني يشوف شحال كاين في إطار التحملات. هداك الشي مكنقدروش حنا نعرفو فيه شحال ديال العلو، شحال ديال السنتيمات ديال الزفت. المهم الحمد لله اللي كيهمنا هنا هو الطريق تكون مزيانة، وهذا ما اللي كيهمنا كيما قلتلكم هو الطريق تكون مزيانة وطريق صالحة للسير والجولان. تحية للجميع، وخليكم مكملين معنا هذا المقطع هذا. ومناظر جميلة جدا، مناظر خلابة في الطريق الوطني الإخوان. طريق جيدة، مناظر طبيعية. خليكم مكملين الطريق، خليكم مسافرين. الناس اللي غادين في اتجاه ديال ورزازات، احنا الإخوان دابا في اتجاه ديال ورزازات. طريق جميلة جدا، وكذلك قناطر رائعة جدا، قناطر في المستوى. طريق سلامة نتمنى جميع مستعملي الطريق، وخليكم مسافرين، خليكم مكملين مع المقطع حتى النهاية. وما تنساوش تدعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد. ما تنساوش مشاركة القناة، ما تنساوش الإعجاب في القناة فضلا وليس أمرا. تحية لكم جميعا، وخليكم دائما مع قناة مناظر بلادي، قناة ديالكم اللي بفضل ديالكم ان شاء الله. احنا غادين دقة مع القناة، ونتمنى ان اكون عند حسن ظن المشاهدين الكرام. فرجة ممتعة، طريق السلامة للجميع، وخليكم مكملين مع المقطع حتى النهاية. السلام عليكم.